وكل ضلالة في النار. قال نبينا صلوات ربي وسلامه عليه فيما صح عنه مرفوعا: إنما الأعمال بالخواتيم. فقد انتصف شهر رمضان، ونحن في هذه الساعات والأيام القليلة مقبلون على الثلث الأخير منه، وهي العشر الأواخر التي ضمنها ربنا تبارك وعز ليلة هي خير من ألف شهر. هذا أوان الشد فاشتدي زيم. انتصف الشهر واله فاه وانصرما، واختص بالفوز بالجنات من خدما، وأصبح الفقير المسكين منكسرا مثلي، فيا ويحه يا عظم ما حرما. من فاته الزرع في وقت البذار فما تراه يحصد إلا الهم والندم. طوبى لمن كانت التقوى بضاعته في شهره وبحبل الله معتصما. وهذا نداء إلى كل من تلبس بالغفلة، إلى كل من ضيع وقته هدرا، ذات اليمين وذات الشمال سبهللا، إلى كل من فرط في قراءة القرآن وانشغل عنه بما هو دونه، وإلى من نام عن الليل وأسهر نفسه وذاته في تقفر ما لا تحمد عقبا، إلى مثل هؤلاء أقول كما قال الحسن البصري رحمه الله: إن عمرا ضيع أوله لجدير أن يحفظ آخره. إن عمرا ضيع أوله لجدير أن يحفظ آخره. والعبرة بكمال النهايات وليس بنقص البدايات. يقول ابن الجوزي رحمه الله: إن الخيل إذا شارفت على نهاية المضمار بذلت قصار جهدها لتفوز بالسباق. فلا تكن الخيل أفطن منك يا عبد الله، فإنما الأعمال بالخواتيم. هذه الساعة التي تضطرب أو تضطرب الروح فيها في الأحشاء وفي الصدور هي بقية العمر. اغتنمها، عمرها في الصالحات، فما تبقى لست تدري أو ستدرك ليلة القدر أم أن المنية ستختلمك. ولهذا كان نبينا صلوات ربي وسلامه عليه يستعد استعدادا تاما لتحصيل هذا الفضل العظيم الأثيل. فإنه صلوات ربي وسلامه عليه يجتهد في هذه العشر الأواخر التي هي مقبلة بين يدينا، يجتهد فيها اجتهادا منقطع النظير لا يجتهده فيما مضى وتصرم من ليالي وأيام رمضان. وتخبرنا عن ذلك زوجه عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، قالت: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا دخل العشر الأواخر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. شد مئزره كناية عن اعتزال النساء، فإنه يفرغ قلبه ونفسه وبدنه لله، لا يجعل شيئا يشغله حتى وإن كان من المباحات، حتى يمحض قلبه لله ويمحض كل ساعة يقطعها من شهر رمضان لربه جل في علاه. كما قال بعض الحكماء في معنى شد المئزر: قوم إذا حاربوا شدوا مآزرهم عن النساء ولو باتت بأطهار. شد مئزره وأحيا ليله، هذا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويا مصيبة
من تطبع بالغفلة حتى برمضان يحيي ليله في ما يسوءه في دنياه وفي آخرته. والله العظيم لحد الساعة أتعجب، رمضان ماشي الشهر ديال الفسح، رمضان ليس شهر اللعب، رمضان ليس شهر المطعومات والمأكولات والشهوات كما يقول الناس، رمضان شهر العبادة. هذا النبي صلى الله عليه وسلم يشد مئزره ويحيي ليله حتى يدرك رأسا ليلة القدر، فإنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما كان يكتفي بأن يستيقظ هو، بل إنه يوقظ من يليه من أهله وزوجاته وأبنائه. فقد ورد في الخبر الذي خرجه الطبراني بسند فيه مقال من حديث علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخلت العشر أحيا ليله فيوقظ كل صغير وكبير يطيق الصلاة. الإنسان تينض تتسحر ويترك أبناءه وذريته وأهله في سهادهم يغطون، في غفلتهم سامدون، أنت تتنض ربما تصلي تستغفر تذكر، علاش خليتي أبناءك هملا؟ لماذا جعلتهم عرضة للغفلة؟ قوا أنفسكم وأهليكم نارا حتى وإن كانوا ممن لا يجب عليه الصيام ولا يلزمه صيامه، ولكن مرنهم على تعلم الأحكام الشرعية، يتدرب الصغار على الاستيقاظ في وقت السحر ويشهدون ذلك الجمع الطيب المبارك، فإن في السحور بركة، بركة على الأبدان، بركة على أهل البيوت، بركة على القلوب. فيق الأبناء ديالك حتى وإن لم يلزمهم الصيام، يتمرنوا يدأبوا حتى يعتادوا على تحمل مثل هذه الأحكام الشرعية ويأخذوها عن الآباء والوالدين. يوقظ صلى الله عليه وسلم كل صغير وكبير يطيق الصلاة ويصلي الصبح. داخل الدري مع الثمانية ولا الثمانية ونص، علاش ما يصلي الصبح؟ لماذا لا يصلي الصبح؟ ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يوقظ بنته مع أن لها زوجا يقوم عليها وعلى إرشادها ويقوم على أمورها. كان عليه الصلاة والسلام يأتي بيت فاطمة بنته ويطرق بابها ليلا ويقول لها ولزوجها علي: ألا تقومان فتصليان؟ ألا تقومان فتصليان؟ وعمر رضي الله تعالى عنه فيما خرجه مالك في موطئه كان يقوم الليل حتى إذا انتصف يوقظ أهله وذريته ويناديهم بأعلى صوته: الصلاة الصلاة، نوضوا تصليوا، هذا أسلوب الإغراء، الصلاة الصلاة، ويقرأ قول ربنا جل ثناؤه: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا أوان الجد، هذا وقت التشمير، هذا وقت الاجتهاد. قم في الدجى يا أيها المتعبد، حتى متى فوق الأسرة ترقد؟ قم وادع مولاك الذي خلق الدجى، والصبح فامض فقد دعاك المسجد. واضرع وقل يا رب عفوك إنني، من دون عفوك ليس لي ما يعضد.
أنت الخبير بحال عبدك، إنه بسلاسل الوزر الثقيل مقيد. وقبل أن أقوم من مقام هذا، أنصح نفسي وأذكرها وأحبتي بنصائح ثلاث نجعلها خريتا لنا نقف أثرها في هذه العشر الأواخر لمن أراد أن يدلج إلى بر أمانها. أول نصيحة، وإن كنت قد ذكرت ببعضها فيما سلف، ولكن لابد من تكرار الذكرى، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. لا تفارق القرآن، ما تفارقوش كتاب الله جل وعلا في ليل أو نهار. القرآن قرن بشهر رمضان، وهذا القرن يدل على أنه لا رمضان بلا قرآن، ما يمكنش إنسان يدوز رمضان بلا قرآن، فهو بلسم القلوب وشفاؤها. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. اقرأ ما استطعت، وإذا وفق الإنسان إلى ختمه مرات وكرات فهذا فضل وأعظم وأجزل. فنبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يتخذ رمضان شهرا ومحطة لتدارس القرآن. اقرأ واجتهد وارقى، وإذا استشكلت معنى من المعاني فارجع إلى كتب التفسير الميسرة التي تناسب فهمك وثقافتك ودركك للألفاظ العربية. النصيحة الثانية، اجتهدوا يا رعاكم الله في الدعاء. أفضل ظرف يجتهد الإنسان فيه في الدعاء هو شهر رمضان، لا سيما في العشر الأواخر منه، في الليالي التي تفتح فيها أبواب السماء. حتى إن عائشة رضي الله تعالى عنها من شدة تحريها للخير وحرصها عليه تقول نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن علمت يا رسول الله أي ليلة هي فما أقول فيها؟ قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فنسأله جل ثناؤه أن يعفو عنا ظاهرا وباطنا، وأن يبلغنا هذه الليالي المباركة، وأن يوفقنا فيها إلى التشبير والاجتهاد في الطاعة ووضر الغفلة والبعد والنوء عن طاعة الله عز وجل. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا،